ربما تخطأ الحسابات أو الموازين الشقيقة، ولكن الحمد لله عندما عشنا الحمد لله في بقعة هذا السجن، ومن تلقى الحمد لله من دعوات، ومن تلقى من زيارات الإخوان تاعنا، ومن تلقى كذلك من الرسائل القيمة التوجيهية النيرة لأخينا المرشد، فالحمد لله فإنها ترفع الإخوة وترفع المعنويات تاعنا. ماذا؟ ولم تأل الجماعة جهدا في التعريف بقضية هؤلاء وإظهار مظلوميتهم داخل المغرب وخارجه بكل ممكن المتاح، من ذلك التخليد السنوي لذكرى الاعتقال، وما أثبته الجماعة بدرهم السجين كتعبير رمزي نفاذ حتى لا ننسى، ودعم يساهم من خلاله أعضاء الجماعة في تغطية مختلف حاجيات المعتقلين. ينضاف إلى ذلك الحضور الدائم لقضية هؤلاء في بيانات الجماعة وتصدر مطلب إطلاق سراحهم قائمة مطالبهم. الحمد لله جماعتنا المباركة فقد ربطنا على طلب الكمال طلب الإحسان في كل شيء، فكيكون دائما غاية الفرد المؤمن العادي أنه يطلب في حالة ابتلاء فالتبات، هذا مطلبنا طبق الحال كان في البداية، ولكن الحمد لله همة الإخوان الحمد لله وهذا ما تربينا عليه في أحضان هذه الجماعة المباركة، هو أن نجعل من سجننا أن نجعله خلوتان لله عز وجل ولطلب الإحسان، وأن نجعله الحمد لله قربة لنا ومدرجة لنا على إلى مدارج الإحسان العليا. فبالنسبة لبرنامج الإخوان بطبيعة الحال فهو ينقسم في مجمله إلى قسمين، كاين برنامج فردي وبرنامج جماعي، وهو في إطاره العام لا يخرج عن يومين وليلتهم مصطفى المنهاج النبوي، مع طبيعة الحال بعض الإضافات التي تتماشى مع عطاء الله عز وجل بهذا الابتلاء من فسحة في الوقت ومن انقطاع عن العالم الخارجي. هذه الإضافات حددتها رسائل توجيه النير نتاع الأخ المرشد، والتي احتنى فيها على كتاب الله عز وجل بقوله لا تخرجوا إلا ومعكم كتاب الله عز وجل حفظا وفهما وعملا فرصة العمر. كذلك برنامج يشمل سنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، كذلك ذكر الله عز وجل، فالسجن بدون ذكر فهو جحيم، وكذا الصيام من الإخوان الموضوع الحمد لله من الإخوة الحمد لله من له صيام يوم ثلاثة هذه المدة، وهناك من يصوم صيام سيدنا داود عليه السلام، هناك من يقتصر على الأيام الفاضلة من أيام البيض وأيام يومي الاثنين والخميس. كما يعود كذلك الإخوة على الرياضة وعلى الترفيه والفسحة، وذلك دفعا لرتابة السجن ودفعا لقلة الحركة فيه. توجيهات جعلت حلم هؤلاء المعتقلين تتحرر من أسر القيود لتحيل أقضية الزنازين إلى رباطات بذكر الله عز وجل وتعميق معاني عبوديته، وفرصة للعفوف على كتابه حفظا وفهما وعملا، وحافظا على الترقي في مدارج العلم وتحصيل الشواهد العليا في مختلف تخصصاته، إذ العلم أقوى سلاح بعد الإيمان. الإيمان اللي عمر بالإيمان ما تخافش عليه، عمر بيه عمر بالإيمان ونسمح بالإيمان، راك ما تخاف عليه والو. دابا شوف أوليدي وحتى ما نجيش، أنا عطيتك الرضا في السماء وفي الأرض وموراك وقدامك، وإن شاء الله غادي ربي يسر لك بهذا الرضا ديالي كل حاجة. إلا ما حفظتش كتاب الله ما تعرفني ما نعرفك، لا نجي عندك لا نجي عندي، ولا أنت رفدت كتاب الله هذا اللي جبته لك ديته لي معايا هكذا نصحك. ودابا الحمد لله ما حافظين كتاب الله، الحمد لله الدكتوره في السجن، هي هاد الدكتوره ما عندهاش تاثير على هاد السجن. لك نخبه صالحه ونخبه الحمد لله انهم في تاثير امنوا بربهم وزدناهم هدى كما قال الله سبحانه وتعالى، الله يعزهم والله يجعل سيدي ربي ياخذ بيدهم ويصلح فيما بينهم ويؤلف فيما بينهم للخير ان شاء الله. الله يخلعهم عن خالف غير بعيد، الله يوفقهم للعمل الصالح، الله يفرج عليهم، الله يبعد عليهم الظلام. الحمد لله هذا الشيء اللي هذاك الباطل اللي عليهم الله يقلبوا على ماله، وهم الله يفرج عليهم ويجعل فيهم بركه ويطول عمرهم ويحيى حتى يتلاقوا مع والديهم مع اخوتهم مع الاعيله تاعهم عن خالف غير بعيد، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ورغم قساوة السجن وظروفه
بقي ما تقل العدل والإحسان على اتصال دائم بقضية جماعتهم وتفاعل حميم مع آلام وآمال أمتهم. كيف لا وهم أصحاب قضية تتجاوز في عمقها الزمان والمكان وتجد معناها الحقيقي في الصراع الأبدي بين الحق والباطل. نحن اعتقلنا من أجل قضية والاهتمام بأمر المسلمين هو جزء من قضيتنا. من يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فتواجدنا داخل السجن لم يمنعنا من مواكبة الأحداث وتتبع أحوال المسلمين بشكل عام وأحوال جماعة العدل والإحسان التي ننتسب إليها، تتبع نشاطاتها واجتهاداتها ومواقفها ومستجداتها، كما نتتبع أحوال الحركة الطلابية التي اعتقلنا في إطارها وأنشطتها كذلك، وأحوال المسلمين ومعاناتهم ومواقفهم. ولم نكتفي بتتبع الأحوال والتعرف على الواقع، بل شاركنا وساهمنا بآرائنا وباجتهاداتنا وباقتراحاتنا وبياناتنا كذلك التي تضمنت دائما الوقوف مع المستضعفين محليا ودوليا وبالخصوص مع إخواننا وأخواتنا في فلسطين المغتصبة. وسيرا على خط الوفاء ظل صدى قضية الطلبة الاثني عشر يتردد في صفوف الحركة الطلابية التي كانوا من نشطائها، لتتكسر بذلك أحلام المخزن وتخيب آماله أمام شعلة التضامن الطلابي المتحدة والتي تغذيها سنوات الاعتقال بنفس مواصلة المسير على درب مرضته دماء الشهداء وفدته أعمار السجناء. تعتمد الحركة الطلابية مجموعة من الأشكال لإبراز قضية المعتقل كي لا ينسى، إن المعتقل هو أمانة في أعناقنا وناضل ودافع من أجل قضية ينبغي أن نكون أوفياء. فنبتدي ونبتكر مجموعة من الأشكال لإبراز هذه القضية. فالمعتقل هو حاضر دائما معنا في جميع لحظاتنا، نستحضره في جميع برامجنا، نستحضره في جميع لقاءاتنا، نستحضره في جميع أنشطتنا. فالمعتقل حاضر دائما في بياناتنا رمزا للاستمرار والوفاء، حاضرا كذلك بصورته وبكلمته وبشخصه وبرسالته المكتوبة والصوتية في جميع الأسابيع التي ننظمها داخل الجامعة. أوطن هو الاسم المختصر لمنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب التي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1956 سنة حصول المغرب على استقلاله، وهي إطار نقابي جعل من أهدافه الأساسية الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للطلبة. والمنظمة النقابية هاته ظلت لسنوات تحت هيمنة الفصائل اليسارية إلى أن آلت قيادتها منذ عقد التسعينات إلى الفصائل الإسلامية وعلى رأسها فصيل طلبة العدل والإحسان. هذا الفصيل الذي أبان عن قدرته على تعبئة الصف الطلابي وتنسيق جهوده وإدارة معاركه. والاتحاد الوطني لطلبة المغرب بتاريخه المثالي يشكل أيضا ممارا للتحصيل العلمي وفضاء للإشعاع الثقافي والفني، مما جعله محط سخط المخزن الذي لم يتردد في انتهاك حرمة الجامعة بأبشع وسائل القمع، مخلطا وراءه العديد من الضحايا.